نواصل أستاذي الفاضل. إذا لم يختر رئيس الجمهورية، أنا أعتبر أن الذي قيل في الكواليس أو في حلقة ضيقة أو في نوادي مغلقة لا حدث. صحيح. يعني كان ينبغي، كان يجب، وطنيا على فقهاء الدستور في وطننا أن يراسلوا رئيس الجمهورية رسميا، قال لي السيد الرئيس إذا كان ما كنتش عارف أن تعيين السيد بلعيز لمرة ثانية على رأس المجلس الدستوري أو خطأ دستوري ننبهك، وإذا كنت عارف فالمصيبة أكبر، وعندئذ تبقى هذه الرسالة في التاريخ وتنشر اليوم. أما لقاءات في الكواليس ومناجات بين بعض الناس وغير ذلك ما هيش من الأخلاق الدستورية. أما لما يقول لك السيد الفاضل معالي الوزير يقول لك باللي أخلاقيا ينبغي أن يزول كل من كان قد عينهم رئيس الجمهورية، أنا نقول لك إذا كان أخذنا بهذا الرأي سوف تزول الجزائر كلها، لأن كل عينهم رؤساء البلديات. حتى نكون واضح، نقول الأمناء العامين للبلديات والأمناء العامين للدوائر والأمناء العامين للولايات والأمناء العامين للوزارات ورؤساء كذا والولايات والسفراء وكذا كلهم كانوا يعني لذلك أخلاقين ينبغي أن يزول كل هؤلاء من أجل أن يتركوا الفراغ ليحل محلهم رجل آخر. أما إذا كنا نريد أن نبني دولة خاصة، لا هو أستاذ بنور أعتقد يقصد رؤوس السلطة، يقصد رؤوس السلطة. لا تقدر، لا شوف كل واحد في كل واحد في مكانه رأس. الوالي في ولايتي مش هو الرأس. تفضل أستاذ بنور، اللي عندك لا خليني نكمل لك. تختلف، دعني أكمل لك. رئيس بلدية منتخب، لا ما قلتش رئيس بلدية، أنا قلت شوف أمن عام ما عنده حتى دور سياسي في الجهاز التنفيذي. إذا ما خدم، إذا أنت كنت رئيس بلدية، الأمين العام اللي يحكم مش رئيس بلدية يا سيدي الفاضل. لا 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 لا، أنا قلت الرأي، أنا نعرفها لأن اللي يترأس مجلس منور كان رئيس بلدية. اللي يترأس رئيس بلدية، لأنه كان رئيس بلدية حاكم، كان رئيس، لأن إحنا كنا رؤساء بلديات. أنت حزب شبه معارض كان رئيس البلدية داني يتفاتن مع الأمين العام تاعو. إلى خرج من القانون يتفاتن معه. لا مش مخرج القانون، لا لأن الأمين العام مش قضية خارج القانون. لا الجانب التنظيمي والنظامي يسر عليه. كانت الروبيني يا سيد الفاضل، الروبيني كانوا محاكمين هالذين يحكمون، يقول لك نغلق عليك الروبيني. كيف يغلق عليك الروبيني؟ نعم قراءة سياسية. طيب قراءتك سياسية أستاذ. قراءتي السياسية أن ضغط الشارع حوالي 20 مليون يقولوا روح راح. ضغط الشارع هو اللي. ضغط الشارع فرض عليه ما يرقدش. طيب. شوف، لأنه ما يرقدش في الليل، ما يقدرش يأكل، ما يقدرش يفكر، ما يقدر، لأن واحد 20 مليون يقولوا ارحل أو يقولوا حتى بالفرنسية ديجاج، ما يقدرش يصبر، ما يقدرش، لن يستطيع أن يصبر ولا يستطيع أن يقاوم. وبالتالي سياسيا كما قلتم أنتم في المقدمة. خلينا نسألك سؤال بصراحة أستاذ سلطاني، ضغط الشارع يسبب إرهاق للسياسي؟ معلوم يأثر عليه السياسي بنور؟ صحيح معلوم. البعض يقول لك يسكنوا في كليب ديبا يعني ما يلحقهم. لا لا لا, 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 لا شوف الآن، شوف الآن يسكن في كليب ديبا ولا يسكن في المريخ، الفيسبوك يوصلوا الخبر بكري، كان نشرة الثامنة في القناة اليتيمة، إذا حبيت تغلقها تغلقها. أما الآن حتى لو تغلق اليتيمة وتغلق معها كل اليتامى، الفيسبوك حضر راسك، تويتر حضر راسك، الواتساب حضر راسك، الفايبر حضر راسك، الى غير ذلك يقول لك هاي، وتصلك الاخبار اول باول. ما تقدرش، لن تستطيع ان تكون معزولا، وسوف يؤثر عليه هذا الحركة.